السلام عليكم. من هذا المنبر كنشكر كل الناس، وكنشكر هذا المنبر، وكنشكر كل الصحف اللي سجلتنا لهذا السيدة. والآن الحمد لله حالتها مستقرة جدا 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 وبخير وعلى خير. وكنشكر كل الناس اللي تفاعلوا معنا، وكنشكر سيدي القائد ديال بسركاو الله يجازيه بخير، حتى هو عطانا يد المساعدة. وكنشكر كل من عطانا يد المساعدة بلا بالقليل ولا بالكثير ولا بالكلمة الطيبة. وهاد السيدة خرجت من هاد القوقعة اللي كانت فيها، لأنها كانت كتعيش واحد الحياة لا ما شاء الله ما شاء الله، ما عندي ما غادي نقول في هذا. كنشكر كل الناس، كنشكر كل الفاعلين، كنشكر كل مغانا، ونشكر كل من شافها وتعاطف معاها. ودابا هي راه بصحة جيدة الحمد لله، وراها بخير وعلى خير. كنشكر المسؤولين، كنشكرهم بزاف 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 بزاف، كنشكرهم لأنهم تفاعلوا مع هاد القضية وخرجوا هاد المرأة من القوقعة اللي كانت فيها 20 عام من الأوساخ من الأزبال من كل شيء. وهي الحمد لله وهاد الجمعية تيداتها وغنقاوها، والحمد لله راه دابا بحي في صحة جيدة، وكيديروا لها في التحاليل وكيقادوا فيها، وغيدوا يشوف غيشدوا العجزة ولا في غيدوها دابا باقي ما عرفناش. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. وكنشكر الجميع، كنشكر الجميع، كنشكر الجميع. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.